راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية بتقدم برنامج نجوم كافي. ضيفة برنامج نجوم كافي ليوم الثلاثة 3 أيار المخرجة اللبنانية ريندا لقداح، يلي رح تتحدث عن الأغاني اللبنانية والعربية المصورة وعن الفنانين يلي تعاملت معهم وعن آخر أعمالها ومواضيع عديدة أخرى. برنامج نجوم كافي كل ثلاثة وخميس 11 الصبح بتوقيت لوس أنجلوس، 9 المساء بتوقيت لبنان، مباشرة على الهواء من راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية. وفيكن تتابعونا لايف على صفحة راديو ستارز على الفيسبوك من خلال تطبيق زوم. البرنامج من إعداد وتقديم الإعلامية ستيسي أفاديكيان أرابيان. في غيرنا طبعا، بس ما في مثلنا أكيد. إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز